كانوا يعني هما اكيد باتوا الليل كامل هما يحضروا الوثائق، لانه فرضنا باش تكون الجلسه لازم تكون بكل الوثائق، ما يقولولناش ما جبناش وما كذا. اذا كل الوثائق كانت حاضره. بدينا اولا بطب العمل كما تعلموا من المجلس الماضي، قلنا انه بدات خطوات تمشي في انشاء هذه المراكز، لكن كان شرطنا احنا هو وجود او امضاء القرار الوزاري المشترك اللي هو اللي اسس يعني فعليا لطب العمل. طبعا جابوا لنا النسخه تاع القرار الوزاري اللي راه محضر، وقراوا لنا النسخه زائد المراكز اللي راهي تقريبا جاهزه، اللي هي في الحقيقه 15 مركز طب عمل كمرحله اولى. لكن احنا مباشره طبعا في المفاوضه قال لك لازم يكون هذه المراكز الكل يكونوا موجودين باش يوجد هذا القرار الوزاري المشترك. رفضناه كمقترح، قلنا لازم يكون القرار الوزاري في كل مره ينشا مركز راح يضاف الى القائمه، لانه القرار الوزاري يفترض يعني القائمه الاسميه تاع المراكز هذه لازم تكون قرار الانشاء باش يكون في يعني يرفق القرار الوزاري. كلنا رفضنا هذا، قلنا لازم يكون هما اكيد تنبؤوا لهذا، وبالتالي راسلوا الجهات المعنيه واعطاهم 50 مركز، يعني قائمه اسميه ل 50 مركز طب عامل كمرحله اولى. اذا احنا كشفناهم يعني خضعوا للمطلب، قلنا لهم ماهوش غير 50، لان القانون يفرض انه يكون طبيب عمل لكل 1400 عامل. وبالتالي قلنا هذا رانا تفهمنا باش ما يهزوهاش ك يعني معيار ويبقاو بها، واللي يعاني الموظف باش يروح مثلا يعني المركز طبي العمل لازم ينتقل من يعني اماكن بعيده، مثلا في ولايه مثلا في المسيله تاع عين الملح يجي. قلنا له هذه كمرحله اولى للتاسيس فقط، وبعدها كل ما يوجد عدد من العمال الكافي يوجد يعني مقرب طبيب العمل من العمل. قبل هذا المطلب طبعا بالقبول، لكن بخمسين مركز كمرحلة أولى، على أن يكون القرار الوزاري المشترك جاهز، لأنه فرضنا تاريخ يعني نهائي للقرار الوزاري، وكان ذلك وعطونا التاريخ تاع 31 ديسمبر 2015 القرار الوزاري يكون واجد. كاين مراكز طب العمل تقدر تكون واجده قبل يعني هذا التاريخ، من بينها مركز تاع ولايه المسيله اللي احتمال كبير قبل نهايه السنه الدراسيه او بدايه السنه الدراسيه القادمه راح يكون جاهز. هذا بالنسبه لطب العمل. اذا نقطه تقريبا انتهينا منها نهائيا، وتحقق هذا المطلب بصفه نهائيه. بقى مشكل بون، مرينا المشكل تاع السكن. شيخ خصص الأغلفة المالية لهذ المركز؟ نعم، الأغلفة المالية خص هذه خصصت ل 15 ولاية، 15 مركز، خلاص بعثوا لهم الأغلفة المالية، وعندنا حتى الوثائق تاع الولايات هذه المعنية، يعني اللي بعثوا لهم الغلاف المالي، من بينها ولاية المسيرة. كاين المركز تاع بجاية انتهى، يعني العمل ليه؟ المركز تاع بجاية خلاص يعني بالتهيئة تاعو بالتجهيز تاعو راه كل شيء في المكان، يعني يبدا مباشرة العمل تاعو. النقطة الثانية في هذا يعني النقطة الثالثة اللي هو ملف السكن، قلنا لهم ما تبقاوش تجاوبوا لنا ساير نراسل وكذا. جابوا لنا الرسالة، طبعا الرسالة من وزير إلى وزير ما يقدروش يعطونا يعني النسخة، لكن احنا شفناها وقريناها ثم ودرنا اون فوتوكوبي، هزينا بلا اونتات، هزينا لو كونتوني تاعها باش قريناه للمجلس الوطني. المحتوى تاعها طبعا كان على جزئين، الجزء الاول هو التخصيص يعني سكنات اجتماعيه للسكان العاملين في الجنوب في انتظار انجاز البرنامج تاع رئيس الجمهوريه تاع سكنات الجنوب، هذا في النقطه الاولى. ثم في المرحله الثانيه هو تخصيص حصص سكنية بمختلف السياق. طبعا الرسالة تقول من عند الوزيرة إلى وزير السكن،
انه تخصص تطلب بناء على طلب النقابه بهذا الصيغه لحل المشاكل تاع النقابه يجب. والمطلب تاعهم انه السكن كوسيله عمل تطلب ان تخصيص سكنات بمختلف السياق للاساتذه. طبعا الاجابه راهم ينتظروا في الاجابه. طبعا الصياغ اللي طلبتها هي لو ان اس بي العدل، هذو الصيغتين اللي مذكوره في الرساله، هما طلبت بمختلف الصياغ، لكن الصيغتين المذكورتين في الرساله هي صيغه لو ان اس بي عدل. هذه الرساله الاولى. بالنسبه للرساله الثانيه هي تحيين منح الجنوب، طبعا هذه ايضا رساله بعثت للحكومه، ايضا مازال ما تلقاوش الرد. عندنا ايضا الاطراس تاع هذه الرساله. نعم شيخ، اسمح لي لك فيما يخص السكن سبا لوكي مازال. نعم مازال ما كان والو، مازال ما كان والو باش نتفاهموا، مازال ما كانش حتى اجابه يعني رسميه، لكن طبعا الوقوف تاعنا نظن راح ينظر لها يعني هذا المطلب بجديه من هنا راهي، لانه الاطراف اللي دخلت باش يعني نرجع لهنا، الأطراف اللي دخلت هي على أعلى مستوى وكانت مغلطة باش وصلنا لهذه المرحلة تاع التفاوض الفعلي. كان لازم علينا أنه نشرح المطالب تاعنا بصفة دقيقة وفهموها باش وصلنا لمرحلة التفاوض هذه النهائية، واللي حققنا ما حققنا طبعا. بالنسبة للتحيين أيضا كانت فيه مراسلة للحكومة، طبعا طالب فيها المطلب كما طرحناه، طبعا الإجابات مازال ما كان حتى شيء. هذا لا شفتوها مراسلة الشيخ. نعم هذه مراسلة شفتوها. طبعا استمع كل شيء يعني ما رفضنا أنه تكون أي شيء يعني أي إجابة بالسوف، رفضناه أنه يكون في المحضر. اللي ما عندهمش اجابات يقولوا ما عندناش اجابات. وهذا بالنسبه لملف التقاعد، طبعا وافقوا لحد الساعه قال لك ماهيش، طبعا الوزاره ماهيش من اختصاصها انها تنظر في هذا الملف، لكن انها وافقت انه يفتح هذا الملف على شكل ايام دراسيه حتى يشرح هذا المطلب. وطبعا بعدها عندما يرفع هذا المطلب بعد الايام الدراسيه هذه، طبعا يرفع للجهات المعنيه، تقدر تقبله وتقدر ترفضه طبعا اذا كانت عندنا الحجج الكافيه والمقنعه باش نمروا هذا الملف. الان ممكن ننسى شويه الترتيب، لكن نرجع للمطالب الاولى. رجعنا للمطلب الاول اللي هو الترقيه الاليه. طبعا قلت هذا الاشكال هذا من البدايه، قال لنا بالكم انتم تعرفوا منيح باللي المطلب هذا غير قانوني طبعا، ورجعوا ل 0306 لارتيكل 107 الى غيره. قلنا نعرفوا هذا، وانتم تعرفوا ايضا باللي نحيتوا حق الاساتذه منذ يعني القانون الخاص هذا، ما نظمتوا حتى يعني مسابقه للترقيه، واساتذه من المفروض من 2012 و2013 و14 حتى 2015 راهم ترقوا وطلعوا للرتبة الاخرى، وبالتالي احنا وصلتونا ان نطلب ترقيه اليه باش ما تبقاوش تتلاعبوا كل سنه، تقدروا ما تنظموش المسابقه وديروا رايكم. وعلى بالكم هذا الشيء كذا، قال مستحيل، احنا بقى البلوكاج هذا. طبعا احنا كنا نديروا في مناورات نتصل بالجهات الاعلى اللي فرضت على الوزارة تفاوض الغلاء، في نفس الوقت كنا نتصل بهم باللي راح إذا حبس المشكل وهددنا حتى بالخروج، وخرجنا في فترة معينة كنا طلبنا وقت مستطاع وخرجنا فيه. طبعا اتصلنا قلنا راهو كان ما يمرش المطالب تاعنا كما تفهمنا، رانا المشكل راح يطول. طبعا كانت اون اورجونس يبعثوا المدير العام للوظيفة العمومية وشمال جاتب للوزارة، قعد في مكتب الوزيرة ويفاوض معنا يعني بطريقة غير مباشرة، حتى وصلنا للصيغة هذه اللي هي تقريبا صيغة قانونية بين قوسين، اللي هو فتح المسابقة الترقية هذه. طبعا أعطونا أرقام، جابوا لنا الإحصائيات فيها
عدد الأساتذة اللي عندهم من المفروض الحق أنهم يديروا المسابقة. حسبوه طبعاً جابوا 116,000 يعني أستاذ، طبعاً الأطوار الثلاثة، ونتكلموا دائماً بالأطوار الثلاثة، 116,000 إلى غيره. قلت مستحيل باش يكونوا هذو الكل يطلعوا كذا، يعني قلنا لهم ديروا مسابقة على روحكم شكلية، بغيتوا يكونوا في القانون ديروا مسابقة شكلية وفوتوا الناس الكل بسعر 50%. طبعا بعد شدوا من كي قبلوا رفضنا هذاك الرقم، قلنا لهم هذاك الرقم ما جاش، كاينين أساتذة أخرين يلعبوا، ولينا رفضنا. عطاونا مع الأول في البداية رقم صغير خلاص، حنا حسبنا كنا وجدنا روحنا، لأنه بالاتصالات الأولى كنا وجدنا روحنا، هزينا أمثلة، هزينا ولاية، وصلنا على المستوى الوطني في وقت سابق، وحسبنا مثلا الأساتذة الرئيسيين والأساتذة المكونين، شفنا المعدل في التقرير، وزدنا طبعا علينا، كانوا طلبوا قالوا لنا 30,000 وصلوا أحسن، الأول عطاونا 25,000. يعني منصب للترقية كل سنة، وقال لك هذا راح يكون صعيب علينا في تنظيم المسابقة إلى غيره. طبعا احنا رفضنا، قلنا العدد ها هو اللي سما يوصل 75,000، وحنا ها العدد تاع السنابك اللي راهم حاليا 116. طبعا وصلنا ل 135,000، وش هو قلنا لهم دفعة واحدة، قالت مستحيل تقنيا، مستحيل مع نهاية السنة تنظيم الامتحانات إلى غيره. قالت مديرية التربية ما عندهاش الإمكانيات باش تنظم المسابقة بهذه الأعداد في ظرف وجيز. وصلنا في الأخير إلى 45,000 منصب يفتح في 3 سنوات. طبعا احنا مع الأول قلنا دفعة واحدة، بعد حاولنا أنه باش تكون في سنتين، يعني بين 2015 و2016، لكن في الأخير وصلنا حتى 2017. طبعا إيطاليا عند الترازو معنا 45,000 منصب كل سنة، كل سنة. طبعا في 45,000 فيها 50% فوتو بالتأهيل، و 50,000 50% راح يكونوا بالمسابقة. طبعا احنا هذه الأرقام ما مديناهاش اعتباطيا، احنا احتمال كبير، الاحتمال الأكبر أنه في المسابقة الأولى راح يفوت أكثر من 80% اللي يستوفون الشروط، رايحين يفوت. السنة الثانية تقريبا ممكن جدا في السنة الثالثة عندما ينظموا المسابقة ما يلقاوش هذاك العدد اللي توفر فيه الشروط. معليش هكذا على هذه مليحة مليحة فرض واحد. لا 50% لا 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 تقعد ديما، هذا اتفاق. طبعا هذا الكل تفهمنا ايضا اللي هو في المحاضره السابقه، الكل يبقى سليم الفروع ما يتمسش حتى بعد 2017، حتى بعد 2017 يبقى كل مسابقه راح تكون ب يعني نفس العدد 50 50. يا جماعه رجاء سوري بخرجاء نكملوا المطايات ومن بعد ناخذ شغل، يعني ما راحش نسجلها برك علاش باش ما ننساش، نحاول نكمل كل شيء ومن بعد ان شاء الله نسجلها وبعد نسجلها راح نحاول. قلت هذا، وبالتالي تقريبا وصلنا لحل هذا. طبعا بقات امور تقنيه تبقى تعالج، لانه ايضا درنا ايضا استشراف للمستقبل لما بعد 2017. احنا فرضنا انه 2017 عليها، فرضنا ممكن انكم تشوفوا تنظيم هذه المسابقات قبل 3 جوان 2017، بحيث انه الاساتذه يستفيدون من مادة 31 مكرر، يعني بالجمع بين الأقدميتين في الرتبة والأقدمية العامة، استدير باش يكون عندهم فايدة، يحسب له كل شيء باش يعني يفوت في المسابقة فيكون أو رئيس. قلت بعد 2017، خاطر هنا نتحدى لمدة 3 سنوات، وما بعد 2017 فرضنا أنه يكون النسب البيداغوجية، ما يسمى بالنسب البيداغوجية. رايحين طبعا في اطار اللجنه المشتركه اللي قامت بيننا وبين الوزاره اللي راح تنصب اليوم 5 قبل، رايحين نتابعوا هذا العمل اللي يكون على احصائيه دائمه، ورايحين نفرض نسبه معينه بحيث انه تكون المسابقه نسبه من المناصب الماليه تفتح للمسابقه، مناصب للترقيه بعد السنوات هذه. طبعا هذه المناصب
إذا بقينا واقفين طبعا راح ينفروها بحيث أنه الأستاذ ما يبقى وما يتخلف على التربية. طبعا الاستشارة لازم احنا جارنا درنا دراسة بحيث أنه نفرض أنه يكون مثلا الهرم اللي راح مقلوب الآن عدد المكونين ممكن راح أكثر من العدد تاع الأساتذة في يعني الرتبة القاعدية. الهرم راح يكون قاعد يعني على شكل هرم، يكون عدد من الأساتذة في الرتبة القاعدية وعدد من الأساتذة في الرئيسي وعدد الأساتذة في المكون، بحيث يكون على شكل يعني الهرم، باش يكون يعني الهرم بيداغوجي يعني يستوفي كل الشرط. هذا فيما يخص التربية، أنا أظن يعني جبنا فيه أكثر مما كنا نحن أصلاً نتوقع. يعني الحمد لله الوقفة قلت بعد ربي سبحانه وقفة على الأساتذة، وطبعاً يعني الاستماتة تاعنا والإيمان بشرعية المطالب تاعنا خلتنا يعني نوصل لهذا المكان. النقطة الثانية اللي هي بالنسبة للآيلين للزواج، الموصوفين بالآيلين للزواج، طبعا مطلبنا كان ثابت هو استفادة هذه الفئة كباقي الأساتذة دون شرط أو قيد، يعني ما يشرطوا لا بتكوين لا قبل 3 جوان لا بعد 3 جوان لا بعد العام لا بعد العامين لا للمداش. كان الهدف تاعنا هو أنه يتنحى هذا الصفة على الأستاذ والمعلم أنه يصول بالآيل للزواج. وطبعاً هذا عندما فوضنا في الجهات الأعلى قلنا لهم هذا المطلب ما ليش متراجعين عليه يعني مهما يكون. وطبعاً وافقوا في الأخير أنه هذه الفئة راح تستفيد بكل يعني الحقوق تاعها مهما يكون. وش هو يبقى هذا يعني التكوين هو شرط يعني باش ما يخرجش لا فونكسيون بوبليك كامل ما تخرجش تقول هاو التعليم يعني بصفه آليه الناس الكل تولي القطاعات الكل طالب، وبالتالي باش نبقاو موافقين للقانون 0306 شرط التكوين يبقى، لكن التكوين نقولوها يعني تكوين هكذا فقط يعني ماهوش لأنه أكثر من 90% من هذه الفئة راهي في التكوين، كاين اللي كملوا التكوين تاعهم، وكاين اللي مازالوا، وكاين اللي ما داروش أصلاً. اللي ما داروش هي فئة صغيرة تماماً. هذا أيضاً ما سكتناش عليهم، قلنا لهم هما ثاني يستفيدون ويديوا كل شيء ويديوا حتى الرتبة المستحدثة، يعني إدماجهم في الرتبة القاعدية والاستفادة من حتى الرتب المستحدثة يعني الرئيسي والمكون. طبعا كان نوعا ما صعيب، لكن في الأخير رضخوا ومدوا كل شيء، وما بقتش فرق بين الأستاذ اللي دار عام برك مقبل 3 جوان، لأنه تعرفوا في هذه الفئة اللي داروا عام فقط التكوين مقبل 3 جوان هما اللي استفادوا، واستفادوا من رئيسي فقط، داروا رئيسي مكون عفوا. وكان اللي داروا 3 سنوات بصح ما داوش، داو غير الرتبة القاعدية الرئيسي، نتكلم على اللي بعد الدروجة ما داوش المكون ما عندهمش الحق. الآن حتى اللي عطاهم رئيسي ولو كان عنده شهر ولا شهرين رايحين يراجعوه، إذا كان عنده أكثر يستوفي الشروط راح يدي مكون، إذا كان يستاهل يدي مكون يدي مكون، يعني الناس الكل صبحت تدي المكون وتدي الرئيسي كما احنا ديناه في 2012. وطبعا بالأثر الرجعي طلبنا ايضا كما داو الاخرين اثر رجعي مالي، هذا ايضا يدور اثر رجعي مالي. والحمد لله طبعا هذه الفئه ايضا او هذه التسميه اذا كانت تم الامور طبعا بصفه عاديه راح تنتهي هذه التسميه من قطاع التربيه في نهايه 2015. هذا تقريبا خدمات ما طلبناهاش حتى هو ما زادوش. طبعا جرد الممتلكات طبعا كانت فيه ايضا مراسله للحكومه بصح ما كان حتى ايجاب. ايضا جرد الممتلكات كان مراسله بصح ما كان حتى ايجابه حتى السنه. وش هو الشيء الاكيد هو انه التمسنا انه هو تفاداوا هذا الملف حتى بالنسبه لهذاك الاستفتاء، خلاص نظن صرفوا النظر عليه لانه عرفوا التجنب تاعنا.
أنه كان يتنحوا هذا الملف فرح إني يبقى القاضي وشنقاضي في هذا الملف. هذا الملف عاش السليم. فقط بالنسبة للمسابقة تاع التكوين المكون والرئيسي هذه تاع 45000، كاين مرات تكون عندي 45000 هذا المسابقة هذه مثلا قالوا نقولوا عندنا 100 أستاذ مكون، رانا فتحنا 100 منصب مثلا مكون، طلعت 100 رئيسي راح تكون مكون المسابقة. دوكا يحسبوا معناتها رايحة تفرغ لي أنا 100 رئيسي كانت عندي طلعت مكون، دوكا يدخلها لي في الحساب تاع 45000 ولا منصب واحد أخرى هذه؟ لا 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 أرقام لا 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 جديد لا 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 نهار المسابقة يحسب كل واحد يجي من تسويق الأعضاء ليستوفي الشروط، عنده 5 سنوات مثلاً كأستاذ، سواء أستاذ تعليم ابتدائي أو تعليم متوسط أو تعليم ثانوي، عنده أكثر من 5 سنوات، عنده 5 سنوات اليوم، وبالتالي عنده الحق أنه يشارك في المسابقة، يشارك في المسابقة باش يرتقي بالرتبة الأعلى. على هذا المناصب طبعا عندما نجمعها راح يكون العدد تاعها 45000. هذا طبعا عرض على طبعا 45000 هذو اللي ضامنينهم 22500 راح يفوتوا بالتأهيل، واللي بالمسابقه طبعا هذو الكل راح، واللي ما نجحش راح المناصب هذيك تنقل للمسابقه المقبله، يعني ما يضيعش، اللي ما نجحش السنه راح يزيد ينجح مشاي في المسابقه اللي بعد. هذا راه تبع هذا راه رد على بعض الاساتذه، بعض نشكر بعض الاساتذه الجدد اللي تجمع النقابه يوميا رد عليهم قلت لهم على 5 سنين قلت لهم لي رئيس هذا الشاب مصطفى دي رئيس، هذو الناس يحوسوا على شيء يزيد بسنه يكون شنو سنه واحد يعاملوا على مصر. سمعت ولا سمعت؟ ايضا السؤال طرح الناس الوطني طرح في قضيه المناصب 45000 هذه، كاين الاستاذ في عضو مجلس الوطني طرح السؤال على الاستاذ عبد النواب وقالت له 45000 هذه شنو المفروض المناصب تاعو ترجع للعام الجاي؟ قال هذا 45000 سنه العام الجاي يجي 45000 اخرى جديده، هذا الشيء كان يروح. شيخ النقطه الاخيره برك. تفضل يا جماعه رجاء رجاء فقط شوف رجاء يا جماعه يا جماعه خير رجاء.